تشخيص انه المريض مصاب بالقولون العصبي ام لا تقريبا من اكثر المواضيع اللي تخلي مريض القولون يدخل في حيرة، او خلينا نقول في رحلة مريرة للأسف. لماذا؟ لانه دور الطبيب في شرح المرض للمريض غير موجود في عالمنا العربي خصوصا. والطبيب ويمكن حتى المريض والعامة من الناس يعتقدون ان الطبيب دوره بس يشخص ويصرف الدواء، وهذا فيه تهجيم لدور الطبيب، وللأسف تقع مسؤولية كبيرة على أهل الاختصاص في هذا الجانب. الذي يعاني من أعراض نشك أنها قولون عصبي يروح عند الأخصائي أو عند استشاري الجهاز العظمي ويحكي له أعراضه. في الغالب الطبيب ما يجري له فحوصات في الغالب يعني، ويكتب له شوية مهدئات ويمشي المريض. إذا المريض فرضنا ما استفاد عليها وما تحسن، هو يروح عند نفس الطبيب أو عند طبيب آخر الثاني وممكن الثالث وممكن الرابع، وممكن يظل طوال حياته في رحلة من العذاب، وتحصل المريض يقول لك الأطباء ما قدروا يشخصوا إيش عندي، أو حتى ممكن يقول لك الدكاترة مش كويسين ما يعرفوا إيش المرض اللي عندي، بينما هو ما يعرف إنه القولون العصبي ما في طريقة أو جهاز معين أو فحص معين يثبت أو يطلع للدكتور إنه هذا مصاب بالقولون العصبي. طيب ليش؟ لأنه كما قلنا لما تكلمنا عن ماهية القولون العصبي، إن شاء الله بحط لكم رابطه فوق أو في صندوق الوصف. القولون العصبي هو مرض وظيفي، باختصار أنه جدران القولون أو الأمعاء الغليظة من الداخل هي سليمة، لا يوجد تقرحات أو التهابات أو أورام أو شيء غير طبيعي. طيب إيش سبب هذه الأعراض؟ سببها أنه وظيفة القولون، طريقة عمل القولون هي عصبية غير طبيعية، وهذا يؤدي إلى أنه حركة جدران القولون إما بطيئة أو إنها سريعة، وبالتالي يحصل إما إسهال أو إمساك، وبقية الأعراض التي ذكرتها في الفيديو السابق واللي تحدثت فيها عن أعراض القولون العصبي، وأيضا هحط لكم الرابط فوق. إذا كنت مصاب بالقولون العصبي لازم تشاهد هذه الروابط اللي ذكرتها لكم. طيب قد يسأل البعض ليش الدكتور سوى لي كل هذه الفحوصات وممكن حتى منظار القولون بكل هذا التعب؟ الإجابة ممكن لسببين. السبب الأول أنه من خلال كلامك، من خلال كلام مريض القولون للدكتور، إذا شك الطبيب أو الأخصائي هذا أنه عندك مرض غير القولون العصبي، فهو عشان يستبعد كل الأمراض الأخرى يروح يسوي لك هذه الفحوصات، فهي طريقة صحيحة أيضا سليمة. السبب الثاني ممكن أنه المريض هو نفسه من كثر ما راح لدكاترة ومش مقتنع أو جاهل لمرضه وآلية المرض، اضطر الطبيب يعمل لك كل هذه الإجراءات أو يعمل له كل هذه الإجراءات الطبية عشان يقتنع. طيب من الأخير، ما قلت لنا كيف نشخص القولون، يعني ما هي طريقة تشخيص القولون؟ القولون لا يشخص إلا سريريا. كيف سريريا؟ يعني من خلال كلام المريض وحديثه مع المختص وشرحه لكل كبيرة وصغيرة يحس فيها. هنا يحدد المختص أو الطبيب أنه أنت عندك قولون أو ما عندك قولون. ما في أي طريقة أخرى نستطيع أن نقيس الخلل الحاصل، الخلل الوظيفي الموجود في القولون. وأخيرا المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. هذا كل ما عندي، أسأل الله لكل مريض الشفاء ودمتم بخير.